متابعينا اهلا ومرحبا بكم. من بعد الفيديو اللي دار ضجه في مواقع التواصل الاجتماعي اللي ظهرت فيه امراه كتقوم بحرق العلم الوطني المغربي في بلد فرنسا، خرجنا اليوم نسولوا الشارع المغربي شنو الراي ديالهم من بعد ما شافوا الفيديو. المغاربه كاملين رفعوا شعار في مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ البلد خط احمر، خليكم معنا تسمعوا الاجوبه ديالهم. يعني من بعد ما شفتي الصوره او الفيديو ديال المغربيه اللي حرقت العلم الوطني المغربي شنو هو الراي ديالك؟ الراي ديالي واضح، بحال جميع المغاربه حنا تنبغيو بلادنا، وهذه راه ما عندها علاقه بالمغرب. هاد السيده هادي راه عدو ولا المغرب؟ انا جاني الاشمئزاز ملي شفت هذاك الفيديو. فرانشمون الناس يشرقوا لي باسبور يحرقوا الرايه، شنو الميساج باغيين يوصلوا؟ ما فهمتش انا، ما عنده حتى مبرر. هذيك ماشي مغربيه وخصها تتحاكم. يعني واخا فضل ان كاينين مغاربه اللي ما راضينش على الوضعيه اللي كيعيشها حاليا المغرب، واش يمكن ان المغربي يهز الرايه ويحرقها امام الملا وكذا اللي غتخلي واحد الموجه ديال الانتقادات في العالم كاع كامل؟ شوف، اللي ما راضيش ماشي هذه الطريقه ديال الاحتجاجات، يخرج ويدافع على حقه ويطلب دا. اما باش يحرق هذا جبن، يعني ما عندهاش الكوراج باش تعبر على شي راي الا بهذه الطريقه الموسخه هذه. انا الحقيقه والله الا جاوني الدموع ملي شفت الرايه بحال هكاك، ما عندها حتى شي معنى. سي ابسيغد باش مغربيه دير هاد، حنا الناس ماتوا باش يجيبوا الاستقلال وتيزيدوا يموتوا باش يطلعوا البلاد، وهي هادشي تيشوفوا العالم كله. عمرني انا ماشي اسرائيلي تيحرق رايه اسرائيل ولا فرنساوي تيحرق، ياك تيحتجوا لي فرونسي لي جيلي جون. عمرك شفتي شي واحد جاب الرايه؟ حنايا هذا راه التخلف والجهل والفقر، ترجع بنادم حيوان حاشاكم. يعني شنو هي الرسالة ديالك لها؟ والرسالة ديالها أنا تنقول لها السيدة هذه راه حشومة عليك اللي درتي هذا الشيء. فين هي الوطنية؟ ما عمر الفقر كان تيعبروا عليه بهذه الطريقة هذه، وعايشة في بلاد الناس وحدا حدا شايقولوا علينا الأجانب. حنايا حنا مغاربة وغادي نبقاو مغاربه حتى نموتوا، واخا فقراء واخا ما عندناش، ما عمرنا ما نحرقوا الرايه ولا الجامي. شنو الراي ديالك؟ هو الراي ديالي بحال الراي ديال جميع المغاربه، هذه ما خصهاش تبقى في المغرب، خصها تحيد الجنسيه بعد المغربي. واش تخلي انا مغربي حرق الرايه ديال البلاد؟ لا، والراي ديال البلاد ولا حرق الرايه ديال البلاد صافي، راه مقال المغربي لا والو. العالم ديال البلاد هو كلشي. دابا المشكله ماشي في العالم، المشكله في اللي مسيري المغرب، ماشي في العالم. اللي مسير المغرب ما دارش خدمة ديالو، ويلي تجي واحدة تحرقو. يعني إلا كانت هي كتفرج فيك، شنو الرسالة اللي بغيت توصل لها؟ بغيت نوصل لها بلي هادشي راه ما تيديروش المغاربة الحرار، إيوا من الأحسن حاجة تبدل الجنسية. المنظر اللي شفناه ما كيتقبلو حتى شي مغربي، اللي مغربي حر ما ماشي ممكن يخون الوطن ديالو ويحرق العالم. إلا مس العالم راه مس الوطن والشعب المغربي كامل بأجماله. يعني رغم يعني شي كامل الواقع، يعني الحرايق الناس يعني ما راضياش على الوضع اللي في المغرب، واش زعما المغاربه غادي يأيدوا هذه السيده اللي دارت هذا الفعل هذا ولا ما غاديش؟ لا، ما يمكنش. ولو بنادم غادي يهضر ولكن تيوصل للدرجه ديال تحرق العالم ديال الوطن، راه حرقتي المغاربه كاملين، الشعب المغربي كامل باسره. وكنطلب من السلطه ضروري تاخذ الاجراءات ديالها في هذيك السيده و باش تربى. يعني سالتي ليها هي خائنه ماشي مغربيه، ما عندهاش دم الوطن، وهذاك الشيء هو اللي جعلها خلاها باش تحرق العالم ديال الوطن. هذه كتسمى بنادم ما يحتج جوي، حنا ما راضينش على الوضعيه ديال البلاد كالتعليم كالصحه كجميع الوسائل، ولكن باش نوصلوا للمسائل ديال نحرقوا العالم، هذه كتمس بالوطن بكامل، تاخذ العقوبه ديالها.